والنهارده هنعمل بواقي البط مع وراك الفراخ، ممكن جدا مع بعض. معانا ايه؟ معانا وراك دجاج وبط، ده لحم احمر وده لحم احمر. معانا طماطم شيري، معانا زيتون كرامات مخلي، معانا بصل والبواقي اللي قلنا عليها، ومعانا مايونيز، كزبره خضراء، بصل احمر، بصل اخضر، ثوم مفري، خل، تفاح، وهريسة شطة أو هوت صوص، والزيتون الكلاماطة المخلي قلنا عليه. يلا نبتدي نشتغل بقى. نعمل ايه؟ هناخد الأول البصل ده مثلا كده، وإيه، ونعمله كده على اتنين، وأنا متهيألي بصلها واحدة كفاية على الحدود دي كلها. أوكي، ونبتدي نقطع الكلام ده جولينات، وعايزه ناعم شوية، جولين ناعم. هنجيب بولة، هنحط الكلام ده في البولة. هكذا. هنحط الملح وشوية فلفل. اوكي، وندعك الكلام ده مع بعض. اوكي، نركن بقى الكلام ده. ناخد البصل الاخضر، اوكي، الزيتون الكلماطه، مخلي، بس انا حابب ايه، اقسمه اتنين بالطول كده. ها، ارخص كتير طبعا. وهناخد شويه طماطم متقطعه، والطماطم الشاري برضو هقسمها اتنين كده. تمام كده، ممكن نقول تمام كده. خلاص قطعنا دول، هناخد بقى شويه الكزبره، دول ورق كزبره خضراء. اوكي، وابتدي افريه، ومش لازم افريه قوي 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 يعني. لو اتفرى قوي يعني هيتوه، وهيبقى شكله مش احلى حاجه، يعني مش هيديني الشكل اللطيف اللي انا عايزه. هنعمل كده. اوكي، يعني لا هحطه صحيح ولا ايه، ولا هفريه قوي، هقطعه بس كده تقطيعات تقطيعات. اوكي، خلاص انا كده جاهز. الفراخ والبط اهو متقطعين بالطريقه دي كده. اوكي، ما هياش قطع كبيره، يعني على قد ايه، بيقول لك بايت سايز، يعني لقمه، على قد ايه، على قد لقمه. اوكي، خلاص كده احنا عملنا ده. هناخد على الكميه دي معلقتين من خل التفاح. اوكي، نونه نونه كمانات. اوكي، وتوم لايك معلقه صغيره، وشويه هوت صوص زي ما انتم عايزين بقى، انا هحط معلقه صغيره، ومعلقتين مايونيز مترعمين يعني كبار كده حلوين. اوكي، شويه زيت زيتون، أربع معالق مثلا. أوكي، هضرب الكلام ده كله مع بعضه هكذا، ومش هحط بقى إيه، ملح، لأني أوريدي إيه، داعك البصل بالملح والفلفل، فمش هحط ملح. أنعم بس الكلام ده شويتين ثلاثة. أوكي، هنعمل إيه بقى؟ هحط البط والفراخ والحدوتة دي كلها، اللحم ده كله مع ده كده، ونقلب. حلو كده. يلا هنجيب بقى حاجه نغرف فيها القصه دي كلها مع بعضها، ونقلب ده مع بعض. اوكي، هنحط المكرونه
كفايه كده. اوكي، ونحط الخضار ونقلب. تمام كده، اوكي. ونيجي بقى هنا نحط شوية كريمة حلوة. اوكي تمام، احنا كده قوي. يلا نزل ده على ده، هكذا هكذا هكذا. بعد بقى ما نخلط الكلام ده كله مع بعض كده ونقلبه مع بعض كويس، نبتدي نغرفه.